في الشأن الأكاديمي، نظمت الجامعة الأمريكية في الشارقة لطلبة الفصل الدراسي خريف 2023 لقاء تعريفي للمستجدين، ضم جلسات إرشادية حول الجامعة ونظامها. دائما ما تكون بداية العام الدراسي مليئة بالحماس والترقب، خاصة بالنسبة للطلبة الجامعيين الجدد الذين يخطون أولى خطواتهم نحو حياة علمية جديدة. ومن هذا المنطلق نظمت الجامعة الأمريكية في الشارقة لقاء تعريفيا لطلبتها الجدد وأولياء أمورهم مع الكادر التعليمي والإداري لتعريفهم بالجامعة ونظامها وطريقة سير العام الدراسي فيها بشكل سهل وميسر. هناك أنشطة مهمة جدا للطالب المستجد كي يستطيع أن يستمر في العملية التعليمية بنجاح، خاصة في الفصل الدراسي الأول. فنحن نركز على عادات الدراسة ونركز على تنظيم الوقت ونركز على كيفية إجراء الأبحاث. كما تعلمين طالب يأتي من مدرسة، النظام التعليمي في المدرسة يختلف عن الجامعة، هنا الجامعة تطلب من الطالب أن يكون مستقل ذاتيا. اللقاء التعريفي يتم تنظيمه لعدة أيام ويقدم سلسلة من الورش والجلسات التعريفية ما بين الإرشاد والتوجيه من الإداريين والطلبة القدامى، كما تم تعريفهم بكيفية تلقي جداول فصولهم الدراسية وتنفيذ جولة لهم في الحرم الجامعي وخدمات الدعم المختلفة المتاحة لهم. سعيد اليوم لتواجدي في الجامعة الأمريكية في الشارقة. اخترت هذه الجامعة بسبب أنها مو بس متفوقة أكاديميا، ولكن الجامعة توفر العديد من الخدمات والأنشطة والفعاليات والنوادي للطلاب لتكوين شخصيتهم. أنا جدا متحمسة لرحلتي في الجامعة. الجامعة شوفونا حوالي الجامعة كلها، رحنا على كل المباني بالجامعة، ما شاء الله الجامعة كلش كبيرة، وشوفونا على منو نروح نسأل إذا عندنا أي سؤال. أنا جيت الجامعة هنا عشان هي من أحسن الجامعات في الشرق الأوسط ومن أقوى الجامعات، وبتساعدكم دايماً إن بعد ما تتخرجوا يبقى في شغل كتير بيطلبوكوا عشان اسم الجامعة اللي أنتوا تخرجتوا منها. وفي الجامعة كمان بيبقى في نوادي كتير قوي ممكن تشتغلوا فيها، وبجد بتساعدكوا عشان أكنها بالضبط الشغل الحقيقي. أنا أشتغل في مؤسسات المصرفية يعني والبنوك عندنا في البحرين، ونعتمد على يعني نعتبر هذه الجامعة من أقوى الجامعات، وناخذ عادة الطلاب اللي يتخرجون منها. الشيء الثاني اللي خلانا نختارها أن مع أنها يعني جامعة موجودة في الوطن العربي، ولكن معروف أن فيها يعني كثير جاليات ممكن أن يعني ابني يستفيد من هذا الشيء حتى لو هو ما راح درس يعني في مثلا أوروبا أو أمريكا أو أي مكان ثاني. الأسبوع التعريفي يشكل دائما خطوة مهمة للطلبة لتخطي حاجز الخوف من المرحلة الدراسية الجديدة، وهنا يكمن دور الجامعة التي تعمل جاهدة على تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لطلبتها، ما ينعكس ختاما على تحصيلهم الدراسي. اللقاء التعريفي للطلبة الجدد من أهم مراحل تسجيل الطلبة في الجامعة، فهو فرصة للتعرف على الجامعة ومرافقها والخدمات المقدمة للطلبة لتصبح الحياة الجامعية سهلة وميسرة لهم. لأخبار الدار، فايزة ضنحاني، الشارقة.